السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. وصلنا الان، اول شيء بنسوي مثلا نتغدى وبعدين نشوف شو نسوي. جاءت المخالفة، جاءت. شوف هذه المخالفة. طاحت علي مسكين، يبيع السيارة احسن له. هذا اسمه دار سلام، وانت تقول علاء الدين ما ايش اسمه. اي هذا هو، مش علاء الدين ولا سندباد، اسمه دار السلام لازوردي، مطعم العراقي الاصلي. شوف تنظيمه، شوف الكاتبين فوق حلال 100%. خبز هذا حبيب جبته لكم. يعطيك العافيه. الله يخليك. Anyway. Okay, anyway. Yeah. I'll be back with more bread for you. Thank you. والله المطعم ما شاء الله، ما بعرف حتى ايش اقول، بس والله ممتاز. خلاص لا تخلون علي الحين، بعد الشبع الحين اكلمكم شوي. لا خفيف شاي عراقي؟ اي ما يمزح ما يمزح. احنا الاصل كنا ما راح نخلي اليوم تسوق، لان كنا بنروح الزو، كفايه امس تسوقنا، لكن خلاص الزو بيسكر وقلنا بنتمشى على النهر. وصلنا هنا وقبل نشري، فبنروح نرجع ليلي وبنرجع مره ثانيه تسوق، او بنتمشى في الدوتون شوي، بنخلي اليوم تمشيه الدوتون. ما نبي نشتري عشان ما نسمي الفلوق هذا برضو تسوق ثاني في بورتلاند. مثل ما قلت لكم بنروح هنا ابل ستور شوي، من هنا نتمشى داخل ومن هنا نشحن ساعتين نكمل الشحن. والله العسكري داخل، شوف شوي عنده منظف النوافذ الاصفر، شوف كيف تصميمه هنا. سالت عن الشحن قال لي هنا، ما ادري هل هذه يعني، بس خوفي النادي حق احد واشيله واتوهق. والله ما ادري هل افصلها و خذها على جنب وشوف. بس اذا صارت حق احد ليش حطها هنا 100%؟ خلاص خل احط ساعتي، ما ادري احطها هنا ولا شو الجهه الثانيه فيه. لا خلاص خليها هنا. اوكي خليها. هذا هو الشاحن، بس خلينا نشوف قيمته. اتوقع 29 39. ذا 2 ملي، ذا 0.3 ملي، خلينا نشوف ذا. ايوه 29، وهذا بزيادة 10 يعني 39. 29 ال 0.3 و2 ملي 39. اتوقع ما نحتاج نشتريهم، يكفي نشحنهم انا وخلاص. بما ان الساعة تشحن والجوال قاعد يسوي ابديت للساعة، خلينا نوريكم الاكسسوارز هنا. شو هذا؟ الايباد كفر خلفي يكون، وفي مكان للقلم ابل بنسل. شوفوا كيف، كم قيمته؟ $90. وهذا برضو كيبورد بلوتوث ب $130. طبعا ديلي كلهم شركات ما بحقين ابل رسميين. هذا كيبورد بلوتوث يشتغل على ايفون الايباد وابل تي في برضو. هذا اللي حق ابل الرسمي، الكيبورد يشبك على السمارت كونكت، وهذا ستاند للبنسل حق ابل $30. هنا اكسسوارز منوعين، هنا حق الجري، هذه الدراجه مثل ما تشوفون، هذه تلبسها تقدر من هنا ما ترفع ايدك، لان هنا لو جلفتون يسار ويمين هنا لا تكون دي عندك، تضغط كذا تدق اشاره براسك. وهذه فرشه اسنان، لها برنامج في الجوال تنزلهم وتستخدمه، هي تحس في اي جهه قاعد تفرش اسنانك وتقول لك مثلا تفرش اكثر في الجهه والاشياء ذي. هذا هي
وهذه البدات الساعة قاعدة برضو تحت. الساعة قاعدة تشحن هناك جدي وشلتها. خلصنا من هذا، الحين نكمل هذا ماشي. نروح نجرب نركبهم دراجات. متى بين اخر مره ركبت سيكل؟ اللي شقت ايدك. هذا شحن سيارات الكهرب. يوم حساب تقدر تفتح البرنامج تسوي حساب وتجي تاخذ اي دراج من عندهم هنا تتمشي فيه وترجع اي وقت. ركبنا الاسانسير من القفور، شفنا السكاي بريدج، قلنا خلنا نصعد فيه نشوف. صعدنا، ما ادري عندهم زواج، ما ادري ايش اللي عندهم هنا. لا خلنا نشوف ايش اللي عندهم. طبعا الحين اتوقع شريكه ذا اجتماع شيء، ما دخلنا عندهم كذا فجأة. اتوقع اذا شطار راح يطردونا، اذا شطارهم يعني ينتبهوا. اقول خلنا نمشي، كل واحد عنده كارت على صدره. احنا جايين ما ندري ايش صار. هذا والله اللي جايبين الهم لنا، بس تشتري لك كلب وتمشي بكذا ليش؟ سمع صوت السيارات من فوق. يوم قلت سمع صوت السيارات وقفوا، ما حد مر. هذا مرت واحدة. هذا قاعد يذاكر شكله، يطبق الحين اللي في الكتاب. شوف وضعه. شوفوا السفن هنا، شوفوا مأجرين ديل، ماخذين ديل حق التجديف. شفتهم؟ شوف كل واحد عنده واحدة. بيدخلون داخل الحين نفس ذليك اللي مروا بسرعة قاعدين يجدفون. تجمع سيارات مرسيدس، راح راح وكلم الرسول حق احمد الرويس فيديوهات، راح يلا سيارات مزراتي ومرسيدس. ما استنست الحين؟ لا ما بعد ما بعد. يلا قدام، بس يبي يخش يشوف السيارات. يلا ايش فيها الحين؟ تبي هدر ولا محتاج؟ يلا عطني بسرعه دقيقتين. لاكر هذه يركبون ذي القطعه هنا صح؟ لا حق الظروف. في عندهم ماجيك اير، ما ادري وش الديتر من ترتفع عندك ارتفاع هنا عشان نسوي عزل، ما في صوت هواء، كل الشعر ما يتحرك. عندك وشو عندهم؟ ماجيك بابي كنترول اللي هو اللي تعتبر احسن سسبنشن في السياره، هو اير سسبنشن. بس هم مرسيدس بتسوي حاجات على الناس، بنقول لك سسبنشن مفصول عن البادي، بس هو لا اير سسبنشن احسن اير سسبنشن. بس خلص الوقت، يلا قام اسرع اسرع، ما ادري ايش يقول. ها راح. هذه كان باب السوبر في السبعينات، باب خزنة. شو اسمها ذي الحين؟ اسمها سيارة جي تي، نسخة الاولد سي، وانا في جي تي سي وفي جي تي اس وفي جي تي ار. الحين دي قيمتها مكتوب عليها 118 ألف دولار. اوكي يعني تستاهل كل قرش. 400 مع ان هي اشتري لي شقه ملك ولا ابدا ابني بيت احسن من اشتري سياره. اشتغل الماي وجاب العيد، سياكلهم طاحه والدنيا ورا ورا. قام يجي ذا الجهه اشتغل كذا فجاه، شوف طبع السياكل كلها اللي عندهم. الشارع في الكراسي مصممين، هم حاطين طريقه التصميم حقتهم. هذا الكرسي ذا
في هذا الكرسي، بس انا بعرف مدري مصمم الكرسي. كذا خلص اليوم، خلاص وصلنا السكن، باقي تقريبا نص ساعة، باقي نص ساعة للشاورما. هاي شاورما؟ على هو شاري شاورما. باقي نص ساعة تقريبا على الصلاة، فبنصلي وبننام. يعتبر اليوم آخر يوم، بكرة الجمعة. الجمعة شنو؟ بكرة الجمعة، بنصلي الجمعة وبنوقف المطعم اللي تبي المطعم اللي رحنا اليوم. ها؟ لليوم. سندباد من علاء الدين اللي قلتكم عنه. بنتغدى منه خلاص متحركين راجعين. وين بنروح ما ندري، يمكن نرجع على طول بوزمن، يمكن نوقف منطقة وبعدين تطلع عندنا رحلة ثانية، ما ندري. يعني خلوكم معانا.